أكد سعادة وزير شؤون الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي أن مملكة البحرين استشعارا منها بالتحديات التي تستهدف الأمة، طالبت مرارا وتكرارا بضرورة التصدي لخطابات التحريض والكراهية والإساءة سواء من الداخل أو الخارج. وخلال كلمة ألقاها أمام الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقدة بمدينة جدة، شدد الرميحي على أهمية توطيد أواصر الأخوة والتكامل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي. ناقشت الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وآليات تنفيذها تحت شعار الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا. الوزراء في الدول الأعضاء وضعوا آليات تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا الشمالية لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك من خلال ورقة عمل تمت مراجعتها في اجتماع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية التابعة للمنظمة على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي. وقد ألقى سعادة وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين علي بن محمد الرميحي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وتقديره لجهودكم في تدعيم العمل الإعلامي المشترك بما يخدم أهداف منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز ودعم أواصر الأخوة والشراكة بين دولنا الشقيقة ونصرة لقضاياها العادلة في جميع المحافل. كما يطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على حسن التنظيم وكرم الوفادة وما تقدمه من دعم ورعاية دائمتين لمنظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها ومساندتها الفاعلة لمسيرة العمل والتضامن الإسلامي المشترك. وأضاف الرميحي أن مملكة البحرين تؤكد على ضرورة التصدي لخطابات التحريض والكراهية والعمل على توطيد أواصر الأخوة والتكامل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي. إن مملكة البحرين استشعارا بالتحديات التي تستهدف أمتنا الإسلامية على طريق التنمية والأمن والسلام والاستقرار، تؤكد ضرورة التصدي لخطابات التحريض والكراهية والإساءة من الداخل والخارج والعمل على توطيد أواصر الأخوة والتكامل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي على أسس من المسؤولية والاحترام المتبادل لسيادة الدول الأعضاء وسلامتها وعدم الإساءة والتدخل في شؤونها الداخلية. ولعله من الواجب في هذا المقام أن نعرب عن تقديرنا الكامل لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وحماية الأراضي المقدسة وتوفير سبل الأمن والرعاية والطمأنينة للحجاج والمعتمرين والزوار، وقيادتها الحكيمة للتحالف العربي والإسلامي لمحاربة التطرف والإرهاب، ورفضنا التام لأي انتقاص من هذه الجهود العظيمة أو التشكيك فيها، ومعربين عن إدارتنا الشديدة لمحاولة الاعتداء الإرهابي الآثم على حرمة بيت الله الحرام من قبل الميليشيات الإنقلابية في اليمن، باعتباره تصعيداً خطيراً ينتهك كل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية. وشدد الوزير الرميحي على أهمية المحافظة على الوسطية وأن ديننا العظيم لن يتم إلا بمحاربة رعاة الإرهاب. أصحاب المعالي والسعادة، ينعقد اجتماعنا اليوم وسط تحديات خطيرة تستهدف أمتنا الإسلامية في وحدتها وأمنها وسلامتها وهويتها الثقافية والحضارية والدينية وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي، مما يفرض علينا جميعا النهوض بدور وسائلنا الإعلامية باتباع أدوات مبتكرة في موضوعها وتأثيرها وتقنياتها وتضافر جهودها لخدمة أمتنا الإسلامية وقضاياها المشروعة في المحافل الإعلامية الدولية ومواجهة الحملات المغرضة ضد الإسلام والمسلمين. أصحاب المعالي والسعادة، إنما تتعرض له عدد من الدول العربية والإسلامية من أعمال إرهابية وبدعم خارجي أفقد العديد منها مقومات الدولة المدنية والوطنية وبدوافع طائفية وتحريض على الكراهية عبر وسائل إعلام وعبر تصريحات إعلامية بغيضة نستمع إليها يومياً، تحمل مؤتمركم هذا الكثير من المسؤولية
المحافظة على الوسطية وديننا العظيم لن يتم إلا بمحاربة رعاة الأرهاب. كما ناقش الوزراء في اجتماع جدة مشروع قرار خاص باعتماد الاستراتيجية الإعلامية الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025 ميلادية، حيث يستند القرار إلى برنامج عمل المنظمة الجديد، والذي أكد أن وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تعد الأداة والمصدر الأكثر فاعلية في نشر المعلومات. تأتي هذه الجهود من الدول الأعضاء في المنظمة لتسليط الضوء على سماحة الدين الحنيف ونبذه لفكر العنف والإرهاب وحثه على نشر ثقافة السلم والأمن والحوار. إسماعيل نوفل، تلفزيون البحرين، جدة.